هي ارفع صوتك. قلت لأحد بدون ناد، قلت لأحد إذا خطبت أعطيك خاتما هدية. إذا خطبت سأعطيك خاتما هدية. أعانك الله. يلا. وحرصت بالله، ولما خطب ما استطعت أن أعطيه الخاتم، فماذا علي؟ طيب خلاص، هو يسامحك، هنعمل ايه يعني؟ كفر كفارة يمين. هي بس لازم يعني تستسمحه ايضا، لان الرجل رتب امره على الخاتم، يعني استسمحه، الله يحفظك.